إن الحمد لله وحده نحمده سبحانه ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله العظيم من شرور أنفسنا ونعوذ بالله العظيم من سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له، ونشهد جميعا أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا ند ولا نظير ولا محاكي له. سبحانه خلق السماوات السبع وما أضلت، وخلق الأراضين وما حملت، وخلق السحاب وما أمطرت، وخلق الأرحام وما أخرجت، وخلق قلوب العباد وما حوت. سبحانه مكفر السيئات ورافع الدرجات، سبحانه رب الأرض ورب السماوات. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده الملك المالك صاحب الملك والملكوت، ونشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خيرة خلقه وحبيبه. اللهم صل على الحبيب محمد في الأولين، وصل على الحبيب محمد في الآخرين، وصل على الحبيب محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المؤمنون الكرام، فعلى العبد المؤمن أن يعي جيدا أنه لا ينجح لا يفلح إلا بأسس ثلاث يعيشها مع الله في كل حياته، في كل حياته. أما عن الأساس الأول فهو الصلح على الله، وأما عن الأساس الثاني فهو الصلاح مع الله، وأما عن الأساس الثالث فهو الإصلاح مع الله. أساس أول وأساس ثان وأساس ثالث، لا يصبح العبد مؤمنا، أقصد لا يصبح مفلحا في الدنيا ولا في الآخرة إلا إذا اكتملت هذه الأسس الثلاثة في حياته كلها حتى الممات. الأساس الأول الصلح على الله، لأن كل عبد خطاء مهما كان علمه ومنزلته، فاحتاج الأمر إلى أن يصطلح العبد على الله كلما أخطأ وكلما حدثت بينه وبين الله مشكلة. الأساس الثاني الصلاح، وهو الاستقامة على ما أمر الله. والأساس الثالث الإصلاح، وهو أن يثبت العبد أن الاستقامة التي فعلها والعلاقة التي صححها مع الله أثرت في سلوكياته وفي إصلاحه وفي تعميره وفي إنتاجه. لعل هذه الأسس الثلاثة جمعها ربنا في آية من القرآن الكريم عندما قال سبحانه: إلا من تاب. الصلح، الصلح على الله، تاب وآمن، آمن يعني قلبه آمن أن الله هو الله فاستقام مع الله، هذا هو الصلاح، وعمل صالحا، هذا هو الإصلاح. أسس ثلاث قلما وجدت إنسانا في حياتنا هذه يحافظ عليها مكتملة، لأن العبد ربما إذا أخطأ تاب إلى الله، أي اصطلح على الله، لكنه ما استقام على أمر الله وطاعة الله. وربما تاب واصطلح على الله
واستقام على أمر الله، لكن وللأسف الشديد علاقته مع الناس خربة، مع زوجته خربة، مع أولاده خربة، مع جيرانه خربة، مع إتقانه لعمله خربة، مع تعميره للأرض وإصلاحه للكون خربة. إذن الأساسات مفقود منها أساس. لكن نعود ونقول كما قلنا في بداية اللقاء، لن تكون مؤمنا ناجحا إلا إذا اكتملت الأسس الثلاثة في حياتك. أصطلح على الله وقبل كل شيء. ليه يا ربي؟ كيف يصبح للعبد استقامة وصلاح وعبادة صالحة وهو لم يصطلح على الله؟ يعني أنت عايز تبقى صالح وتصلي وتزكي وتصوم وتحج وتقرأ قرآن وتذكر الرحمن، تفعل كل ذلك اللي هو الصلاح، اللي هي العبادة، اللي هي الاستقامة. أتريد أن تفعل ذلك كله وأنت بينك وبين الملك مشاكل؟ إزاي؟ أولا لابد أن تنظف القلب، تنظف الجسد، تنظف النفس، تنظف حياتك من إيه؟ من المشكلات اللي بينك وبين الله، اللي هي إيه؟ الصلح على الله. طيب إزاي أصطلح على الله؟ توب إلى الله. إزاي أتوب إلى الله؟ عندك مشكلة بينك وبين الله، تجرد منها وأنت أعلم بحالك من الدنيا كلها. وإياك أن تغتر بنفسك وتقول إن الناس يقولون إنني صالح، إنني مؤدب، إنني رجل ورع. إياك أن تغتر بهذه، فلا يعلم حقيقة نفسك بعد الله إلا أنت. فاتهم نفسك دائما بأنك مقصر، وضع يدك على عيوبك وانظر إلى المشكلة التي بينك وبين الله، ثم اصطلح على الله، تب إلى الله، اعزم ألا تعود إلى هذه المشكلة. أولا إذ كيف أصلي وأنا أعصى الله؟ إذ كيف أصوم وأنا بيني وبين الله مشكلات ومشاحنات؟ إذ كيف أقرأ قرآن وأنا ما زال لساني بذيء، يكذب ويغتاب وينم ويشتم ويلعن؟ إزاي؟ يعني كيف أذهب للأساس الثاني اللي هو الصلاح وأنا ما زلت لم أصحح الأساس الأول اللي هو الإصطلاح على الله؟ أصطلح على ربنا أولا؟ أيوة. وإذاك ربنا سبحانه وتعالى يقول لك ثوبك مدنس مغبر ملوث، تغسله الأول ولا تعطره الأول؟ أغسله الأول اللي هو الاصطلاح على الله والصلح على الله. لما أغسله وينضف يكون ساعتها مؤهل لأن يتعطر اللي هي بقى الصلاح، اللي هي الصلاة تؤثر فيه الصلاة. إنما رائحة على عرق، طيب على رائحة نتنة، كي على وساخة، ما تنفعش. إيه الأول؟ أنظف الثوب الأول من إيه؟ من الرواسب والغبار والأوساخ والأدناس والقذرات اللي فيه. بيني وبين الله مشكلة، أصلحها الأول وبعدين أدخل للأساس الثاني. كيف أدخل إلى رمضان مثلا وما زلت أعصى الله بعيني وأنظر إلى الحرام عبر الفضائيات؟ كيف أريد أن أصلي التراويح مثلا وأقف لله وأنا لا أقف لله في عملي وأتقن عملي بيني وبين الله؟ ما أنا عندي مشكلة، أنا عندي تقصير، أنا عندي ذنوب، أنا عندي مشاكل مع الله، أنا عندي سيئات مع الله. لا، أنا أنظف الأول، أصطلح الأول على الله، بعد كده أقول يا ربي أنا نضفت من اللي فات، أنا يا ربي تطهرت من ذنوبي، أنا تبت توبة صدقة يا رب. تبت توبة صدقة؟ أيوة. طب عشان تكون تبت توبة صدقة الصح في التوبة إيه؟ قال لك واحد، تسيب الذنب خالص، تقلع عن الذنب نهائيا. اتنين، تعزم انك ما ترجعش اليه نهائيا سواء في رمضان ولا بعد رمضان. تلاتة، قال لك اللي افسدته صلحه. يعني انت شاهدت كثيرا على الفضائيات في الحرام، نظرت كثيرا بعينك الى الحرام، تبت. عايز تتوب والتوبة تكون صدقة، انظر بعينك كثيرا الى كلام الله في المصحف، والى وجوه الصالحين، وإلى وجه الوالدين،
وإلى موضع السجود وإلى الكعبة المشرفة. إن الحسنات يذهبن السيئات. وربنا سبحانه وتعالى لا أحد يضحك عليه، لا أحد يحتال على الله، لا أحد يحتال على الله. أتدري لماذا؟ لأن العباد كلهم يقولون تبنا إلى الله، لكن من الصادق؟ عندما يدعي العبد أنه تاب إلى الله يقول الله له أنت تبت؟ أيوة. تب صادق ولا كذاب؟ صادق ولا كذاب؟ صادق يا رب. تب إيه الدليل على صدق توبتك؟ الدليل على صدق توبتك إيه؟ الدليل على صدق عزمك إنك ما تعودش للذنب إيه؟ اوعى تفتكر انك هتضحك على الله او هتخدع الله، لا، اذ ربنا سبحانه وتعالى ويمكرون يمكر الله والله خير الماكرين. عندما يدعي العبد انه تاب وساب الذنب واقلع وندم وعزب الى ما غير ذلك، ان كانت من القلب، ان يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا. انما ان كانت تمتمة لسان فقط كالمنافقين والعياذ بالله، يوم ربنا سبحانه وتعالى يقول لك طيب انا صادق معاك في الصلح، مجلس الصلح اللي عقدته بيني وبينك انا صادق معاك فيه يا عبدي. المهم انت صادق. اولا يا اخواني، لما تيجي تصطلح على الله من الذنوب اللي فاتت، تصطلح على الله، ترجع الى الله، تتوب الى الله. السؤال، لما اصطلح عليك يبقى انت محتاجني وانا محتاجك عشان نصطلح والمعامله تمشي بيننا وبين بعض. انت محتاج الله لانك عايز تصطلح عليه. طب ربك لما قال لك انا مستنيك تصطلح علي، محتاجك في ايه؟ سؤال، محتاجك في ايه؟ انا اصطلح على الله، انا محتاجك. يا ايها الناس انتم الفقراء الى مين؟ الله، والله هو الغني الحميد. عملت مشكلات، عملت ذنوب، عملت سيئات، والله لو بلغت ذنوبكم عنان السماء، والله لو كل الخلق كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما ضر ذلك ربنا في شيء، وما نقص ملك الله شيء، ولا أثر ذلك على قدسية وعلو الله شيء. لما هي مش هتأثر والعلاقة بيننا وبينه مش هتتأثر بكتر ذنوبنا، هو عايز يصطلح علينا ليه؟ قال طب هو الأول عايز يصطلح علينا؟ أيوة. ده إن كنت أنت عايز تصطلح على الله شبر، الله سبحانه وتعالى يريد أن يصطلح عليك زراعا. إن أردت أن تصطلح على الله فمشيت إلى الله، الله سبحانه وتعالى يجري إليك كما في الحديث الصحيح. ولذلك تمد يدك إلى الله لتصطلح عليه، الآن قد مد الله إليك يداه من قبل أن تفعل الذنب. اقرأ معي ذلك الحديث، إن الله يمد يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويمد يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. دلالة على إن ربك دايما مدد يديه إليك عشان يصطلح عليك. يبقى رب غني عن الإصطلاح عليك يمد يده ليصطلح عليك. رب يعلم ما في قلبك، أتخدعه وأنت تصطلح عليه؟ يعني تقول أنا هتوب لربنا في رمضان بس، أنا هتوب لربنا في الفترة دي بس، ما ينفعش. من أعظم شروط الاصطلاح على الله اللي هو الأساس الأول مع الله، إنك تنوي ما ترجعش، إنك تنوي ما تعودش، إنك تحاول تصلح اللي أفسدته. إن إيدك اللي عملت المعاصي وعملت الآثام أرادت أن تتوب إلى الله، لابد هي نفس الإيد تعمل صالحات عشان إن الحسنات يذهبن السيئات. فإذا اصطلحت على الله فأنت لا تخدع الله أبدا. الله يقول لك عبدي هل أنت صادق في الاصطلاح علي؟ فتقول نعم يا ربي. يقول لك الله سأجري لك اختبار تاني بعد اختبار التوبة علشان أشوفك صادق في الصلح ولا مش صادق. ما هو ذلك الاختبار؟ يقول لك أنا هأمرك بعدة أشياء تعملها وتستقيم عليها، إن فعلتها واستقمت عليها فقد أثبتت أن توبتك صادقة. عبدي صلي وفي المسجد وفي أول الوقت وفي جماعة، عبدي صم رمضان
وصم كما أمرت أنا عبدي، اقرأ القرآن فهو الحبل الذي بيني وبينك. عبدي تصدق على الفقير والمسكين من الزائد من مالك. عبدي إن كان في مالك فائض وزائد فاعتمر أو حج إلى بيتي الحرام. عبادات عبادات. يوم ربك يقول لك اعبد اللي هو الصلاح، فإن فعلت فقد دللت إن الاصطلاح على الله كان صادق. تعبد؟ أعبد. هتستقيم على العبادة؟ أيوه هستقيم على العبادة. طب أنا جزائي إيه لو استقمت على العبادة؟ قال ربنا سبحانه وتعالى عن الذين استقاموا: إن الذين قالوا ربنا الله. ربنا الله؟ ما هو أنت لو عرفت إن لك رب اسمه الله، هو الملك، هو الخالق، هو البارئ، هو المصور، هو القادر، هو المقتدر، هتصطلح عليه بسرعة. أنا لا أدري كيف يعيش إنسان على وجه الأرض ويتنفس من هواء الله ويشرب من ماء الله ويعيش على أرض الله وتحت سماء الله ويحارب الله. أنا بصطلحش على الله ليه؟ أنا مستغرب جدا من الحتة دي. ولذلك إن الذين قالوا إيه؟ ربنا الله. أنت عارف المعنى ربنا الله دي يعني إيه؟ ربنا الله رجعنا إليه، ربنا الله اصطلحنا عليه. طول ما أنت ناسي ربك تعمل ذنوب، أول ما تتذكر ربك مش هتعمل ذنوب. عايز دليل على الكلام ده؟ الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أذنب العبد ذنبا تطهر توضأ وصلى لله ركعتين واستغفر لله في الركعتين غفر الله له ما كان له من ذنوبه. وقرأ عليه الصلاة والسلام هذه الآية المباركة: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله. ذكروا الله، ما هو فعلا العاصي ده نسي الله. ما هو أنا لما نسيت ربنا فربنا سبني لنفسي، حتى نسيت نفسي فنفسي طغت، تمردت، عصت، وقعت، سقطت، لأنه لا يملكها ولا يقويها إلا الله. يبقى ذكر بعد أن كان ناسي الله سبحانه وتعالى: الذين ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله. فإذا اصطلحت على الله ربنا يقول لك صادق ولا كذاب؟ صادق يا رب. تابع من الحاجات دي: صلي الصلاة في وقتها وفي المسجد وفي جماعة، صم رمضان صياما حقيقيا، حج إلى بيت الحرام أو اعتمر إن كان عندك مال، تصدق من فاضل مالك، اقرأ القرآن، كل العبادات كل العبادات. طيب استقمت يا رب، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة: ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. حصل واستقمت. الأساس الثاني اللي هو الصلاح، تمام تمام جدا، يأتي الاختبار الصعب. قال لسه في اختبار، ما حياتك كلها اختبارات، حياتك كلها اختبارات. الصلاح تمام والعبادة تمام، يوم ربنا يجي يختبرك ويقولك: أثرت فيك العبادة؟ أثرت فيك العبادة؟ أثرت الصلاة في قلبك وفي عقلك؟ قراءة القرآن أثرت في عينك لما نظرت للمصحف وختمت القرآن أكثر من مرة؟ أثرت في لسانك لما قرأت آلاف وملايين الحروف من آيات القرآن؟ أثر في لسانك؟ أثرت في بطنك؟ الجوع أثر في بطنك وطهر بطنك؟ هل هذا الصلاح وهذه العبادات التي عبدتها لي يا عبدي أثرت فيك؟ أثرت في قلبك، في عقلك، في بطنك، في فرجك، في قدمك لا تمشي إلى الحرام، في يدك لا تبطش في الحرام، في عينك لا تنظر إلى الحرام، في أنفك لا تشم الحرام، في لسانك لا ينطق بالحرام، في أذنك لا تسمع الحرام؟ أثرت؟ ثم تقول أثرت. يقول لك اديني دليل. ربك سبحانه وتعالى ما حدش بيخدع ربنا ولا حد هيضحك على ربنا، يقول لك اديني دليل على انها اثرت. كيف اثرت الصلاه فيك وانت ما زلت تؤذي جارك؟ يبقى ما اثرتش. دي الصلاح اللي هو الصلاه والزكاه والصوم، دي العبادات. اثرت فيك؟ اثرت فيك ازاي؟ ان هي تاسس فيك الاساس الثالث وهو الاصلاح، المعامله، السلوك مع الناس، مع الكائنات، مع العمل، مع التعمير، مع الإتقان. أثرت فيك عبادتك. هو ربنا سبحانه وتعالى يحتاج إلى صلاتنا؟ يعني أسماء الله 99 اسم، هل عباداتنا، كثرة عباداتنا تجعل 99 اسم لله
199 اسم أبدا. الله لا يزيد عبادتنا كما لا ينقص أو لا ينقص ملكه بسيئاتنا. طب ما الأمور ده بالعبادات ليه؟ عشان المبدأ والأساس الثالث يكون في حياتنا ويملأ قلوبنا وحياتنا، اللي هو ليه؟ الإصلاح لا الإفساد. إني جاعل في الأرض خليفة. الملائكة قالوا أتجعل فيها من يفسد، أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ قال إني أعلم ما لا تعلمون، إني سأنزل لعبادي عبادات تصلح قلوبهم فتؤثر على حركاتهم فيصبحون مصلحين لا مفسدين. عرفت أنت بتعبد ليه؟ عرفت ربنا كتب عليك رمضان ليه؟ عرفت ربنا كتب عليك الصلاة ليه؟ عرفت ربنا كتب عليك تقرأ قرآن ليه؟ عرفت ربنا قال لك اذكرني دائما واستغفرني دائما ليه؟ عرفت ربنا قال لك روح وحج لبيت الحرام ليه؟ أو اعتمر عشان تصلح نفسك. فنفسك لما تتصلح تؤثر على الإصلاح في معاملتك مع أولادك ومع زوجتك ومع أرحامك ومع جيرانك ومع حتى أعدائك ومع حتى الحيوانات ومع حتى الحجارة اللي هتقابلها في الشارع أو في الطريق. هذا هو الأساس الثالث والاختبار الصعب جدا الذي يسقط فيه كثير من الناس، كما سقطت هذه المرأة التي جاءت الرواية الصحيحة عنها في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا يا رسول الله فلانة الفلانية تصلي الفريضة وكمان تصلي في جوف الليل وتصوم رمضان وكمان تصوم النوافل وتتصدق بكثير من المال، لكنها تؤذي جيرانها بلسانها. انظر إلى الحكم من فوق سبع سماوات. قال عليه الصلاة والسلام لا خير فيها، هي من أهل النار. طب ليه يا رسول الله؟ ما هو الأساس الثاني متين عند هذه المرأة اللي هو العبادات، تصلي وتصوم وتزكي، إنما الأساس الثالث اللي هو الإصلاح عملت تفسد بقى في علاقتها مع الناس، فجعلها ذلك الأساس الثالث لما سقط جعلها تسقط فين؟ في نار جهنم، جعلها تسقط في نار جهنم. الصلح على الله. صادق يوم يقول لك أنا أمرتك بعدة عبادات اعملها، اللي هو الصلاح، سبت على الصلاح واستقمت على الصلاح. يقول لك طب هل أثر ذلك الصلاح وهذه العبادات في قلبك؟ إن كان أثر في قلبك هيظهر على معاملتك وإنتاجك وتعميرك وإتقانك للعمل. أيها المرتشي أنت بتصلي؟ آه بصلي. صلاتك مش نافعة ليه؟ صلاتي مش، ما انت بتاكل اموال الناس بالباطل. اسمع لذلك الحديث، جاء في الصحيح رجل يجاهد مع الحبيب محمد. يجاهد ده اعلى درجات الدين. ايوه، ومع مين؟ ومع الحبيب محمد، وهو من اصحاب الحبيب، وهو من اصحاب الحبيب. لكن انظر الى هذه العباده وهذا الصلاح العالي جدا، لكن في الاصلاح كان صفر. جاهد مع الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، لكن الحبيب قال لأصحابه لما مات ذلك الرجل أتدرون أين هو؟ قال هو في النار في شملة غلها من مال المسلمين قبل أن يموت. شملة كفية غلها يعني أخذها من مال المسلمين قبل أن يموت. أيها المرتشي بتصلي؟ صلتك مش نافعة. بتصوم؟ رمضان معك مش نافع. أيها المرابي صلاتك مش نافعة. حجك لبيت الله الحرام رغم انه تكلف آلاف مش نافع. ليه؟ لأن صلاحك ما أثرش على الإصلاح، ما أثرش على علاقتك مع مال الناس، ما أثرش على علاقتك مع جيرانك، ما أثرش على علاقتك مع عملك. أيها الموظف أنت بتزوغ؟ ما عادك تطلع من شغلك الساعة الثالثة، زوغت الساعة 2 أو الساعة الواحدة، الساعة والساعتين دول في ميزان سيئاتك. طب انت عايز تروح ليه؟ قالك والله اصلا عندي ورد يومي من القرآن عايز اخلصه في الساعة اللي انا زوغتها ديت. هتضحك على الله ولا على نفسك؟ عايز تروح تقرأ الورد في الساعة اللي زوغتها؟ لا، انا مش عايزك تقرأ القرآن دلوقتي، انا اريد منك ان تكون عبادتك اللي هي الصلاة او قراءة القرآن دافعة لك ان تتقي الله في عملك، تتقي الله في انتاجك، تتقي الله في بلدك، تتقي الله في عيالك، تتقي الله في زوجتك، تتقي الله في لسانك، تتقي الله في كل من وكلك الله عليهم. الإصلاح يا جماعة، الإصلاح يا جماعة،
إن ذلك الرجل الذي قطع غصن شجرة يؤذي طريق الناس غفر الله له لأنه يصلح في الأرض. إن ذلك الرجل الذي سقى كلبا قام بمبدأ الإصلاح حتى مع الكلب فسقاه في شدة عطشه غفر الله له. إصلاح يا جماعة، عملت صلي وعملين نصوم وعملين نقرأ قرآن وعملين نستغفر ونذكر الله وارعين ومستقيمين وما بيأثرش على علاقتنا. قبل صلاة الجمعة بدقائق اتصلت بي سيدة من السيدات تبكي من إساءة زوجها وتقول بصلي في الجامع. والله لو كنت أتقى الناس في العبادات وتؤذي الناس لا يقبل الله منك، إنما يتقبل الله من المتقين لا من المعتدين لا من الظالمين لا من المفسدين. أساسات ثلاثة، إن سقط أساس منها في حياتك لا تفلح أبدا. احذر الصلح والاصطلاح على الله الدائم. اثنين، الصلاح اللي هي العبادة اللي ربنا سبحانه وتعالى أمرك بيها. ثلاثة، أثرت فيك العبادة ومعاملتك مع الناس كانت طيبة وقيمة، كانت مستقيمة ورشيدة، كانت كما أمر الله، ساعتها تأخذ القبول من فوق سبع سماوات، تأخذ القبول من رب الأرض ومن رب السماوات. هذا الموضوع في غاية الأهمية. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. ففروا إلى الله واصطلحوا على الله واستقيموا على العبادة لله لتؤسسوا مبدأ الصلاح في قلوبكم. فإذا صليتم فدلل بينك وبين ربك إن صلاتك أثرت فيك، إذا صمت فدلل بينك وبين ربك إن صومك أثر فيك، فإن قرأت قرآن فدلل بينك وبين ربك إن قراءتك للقرآن أثرت فيك، وإلا هتبقى جسد لا روح فيه. لا فائدة من عبادات لا تصلح القلوب ولا الألسنة ولا الجوارح ولا تجعلك تتقن عملك وتتقي الله في أرزاق الناس التي بين يديك ولا في معاملة الناس التي وكلك الله أن تعاملهم. أي مبدأ من هذه المبادئ أو الأسس الثلاثة يسقط لا تفلح لا تنجح. ربنا ما يقبلش اثنين وواحد ساقط. فلو واحد بيصلي 100% والإصلاح في قلبه 100% لكن عنده بينه وبين ربنا مشاكل لم يتب إلى الله منها لا يقبل منه. يعني لو أسقطنا الأساس الأولاني اللي هو الإصلاح على الله وقمت أنت بالأساسين الثاني والثالث برضو ما ينفعش. طب لو أسقطنا الثاني وسبنا الأولاني قائم والثالث قائم، يعني أنت اصطلحت على الله ومعاملتك مع الناس ومع الكون 10/10 لكن لا تعبد الله ما ينفعش. اصطلحت على الله ونظفت لا سجاير ولا جلسات خطأ ولا مشاهدة للحرام ولا ربا ولا رشوة ولا إيذاء ولا، اصطلحت على الله كله تمام وتعبد ربنا تمام 100%، لكنك والعياذ بالله مش عارف تصلح الكون واستعمركم فيها ولا عارف تأدي قضية الإصلاح وأساس الإصلاح كما أراد الله، هتكون زي المرأة التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم هي من أهل النار. يا إخواني، النور واضح والطريق مستقيم، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. وهذا هو نور الله لحياتك، دايما تصطلح على الله، دايما تجدد الصلاح والاستقامة على العبادة بينك وبين الله. ثلاثة، خلي عبادتك تؤثر في حياتك وتؤثر على معاملتك مع القريب ومع البعيد، مع الدنيا ومع الآخرة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، أدعو الله وأنتم موقنون بالإجابة. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله الولي الكريم، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين. اللهم صل عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين. قال عليه الصلاة والسلام: تركتكم على مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فنسأل الله العظيم رب العرش الكريم ألا نكون من الهالكين يا رب العالمين. إذا كانت هذه الأسس الثلاثة هي أساس علاقتك مع الله سبحانه وتعالى،
ولا تفلح ولا تنجح في حياتك ولا في آخرتك إلا إذا كانت الأسس الثلاثة قائمة في حياتك قياما صحيحا: الاصطلاح على الله، والصلاح، والإصلاح. إذا كانت هذه الأساسات مطلوبة منك في كل وقت فهي من باب أولى مطلوبة منك عندما يعقد ربنا معنا صفقة السنة الكاملة، ألا وهي دخول شهر رمضان المبارك علينا. يعني إذا كان مطلوب مني أتوب إلى الله واصطلح على الله في كل وقت، وإذا كان مطلوب مني أن أنا أستقيم على العبادة في كل وقت، وإذا كان مطلوب مني أن أنا عبادتي وصلاحي من جوا يؤثر على علاقتي مع الناس وسلوكياتي وعملي وإنتاجي في كل وقت، فرمضان أعظم فرصة ليصطلح العبد على الله، ورمضان أعظم فرصة ليصلح العبد ما بينه وبين الله، ورمضان أعظم فرصة لتجدد العهد مع الله. يعني لما تضع يدك في يد ربك قبل رمضان بساعات وتقول له: يا ربي نويت خلاص، تبت خلاص، اشمعنى انت جاي دلوقتي يا عبدي؟ لاني عرفت انك انت يا ربي في رمضان اكرم الاكرمين، فلازم استحي منك ومن كرمك ومن جودك وارجع لك قبل رمضان وجدد الصلح معاك قبل رمضان. ان الله سبحانه وتعالى سلسل الشياطين لدخول رمضان. ألا تستطيع أنت أن تصطلح؟ قد سلسل لك الشياطين، إن الله سبحانه وتعالى أغلق من أجلك أبواب النار في رمضان. ألا تستطيع أنت أن تغلق أبواب الشهوات عن نفسك في رمضان وتصطلح على الله قبل رمضان؟ إن الله سبحانه وتعالى فتح أبواب الكرم وأبواب الجود وأبواب الجنان وأبواب الخير في رمضان، ألا تصطلح على الله وتغتنم هذه الفرصة والخيرات في رمضان؟ إن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول في الحديث الصحيح: بعد بعد. فقالوا: من يا رسول الله؟ قال: بعد من جاء رمضان ولم يغفر له. ليه؟ ده فرصة الفرص، إن لم تغتنم هذه الفرصة وضاعت هذه الفرصة خاب وخسر، خاب وخسر. إزاي هتدخل على رمضان بكل هذه الخيرات؟ الأرض تستعد والسماء تستعد والملائكة تستعد والله أعد الكون لك في رمضان، إزاي أنت ما بتحطش إيدك على قلبك وتقول له: مش ناوي تستعد أنت كمان ولا إيه؟ حط إيدك على قلبك، حط إيدك على بطنك اللي بتاكل حرام، حط إيدك على فرجك اللي مشي دايما في الحرام، حط إيدك على عينك اللي نظرت طول السنة للحرام 11 شهر، حط إيدك على لسانك الذي كثير ما قال الحرام، حط إيدك على ودنك اللي ياما سمعت حرام في 11 شهر، قول إيه؟ مش هانت بقى ولا إيه؟ ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله؟ مش هانت؟ مش هانت؟ مش نفسك ترجع؟ مش نفسك تتوب؟ قلبك مش بيأكلك؟ الحرام اللي انت فيه مش بيأكلك؟ المعاصي اللي انت قريب منها مش بتأكلك؟ مش عندك نية ترجع إلى الله؟ من أدراك، ربما قبل ظهور هلال رمضان يظهر لك ملك الموت. أنت ضامن؟ مش ضامن، ولا أنا ضامن، ولا أي حد ضامن. فارجع إلى الله واصطلح على الله، واقفل الحرام اللي في بيتك، وأغلق الباب اللي بينك وبين الحرام في مالك، وأغلق الحرام اللي في نفسك بينك وبين الله، حتى يكون الصلح مستقيما قبل رمضان. إذا حدث ذلك كنت أهلا، إذا عبدت الله في رمضان أن تؤثر فيك العبادة. ساعتها بقى تعال نعمل الجدول والبرنامج بتاع رمضان. أنا نويت يا رب أقيم صلاح معاك في رمضان، هصلي الفرض الفرض، هختم كل يوم نص جزء من القرآن أو جزء من القرآن بالليل أو بالنهار، هتقي الله في لساني، ومش هيخرج كل يوم في رمضان مني كلمة بذيئة ولا كلمة سب ولا كلمة لعن. لو رحت شغل مش هزوغ زي ما كنت بزوغ قبل رمضان. ما انت ناوي، ناوي تطوي الصفحة السوداء. كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، ران سواد على قلبي وعلى قلب كل عاصي سواد. عايز تنظف السواد ده وتجدد الصفحة مع الله، رمضان جاء فرصة الفرص. ناوي ولا مش ناوي؟
ناوي ولا مش ناوي؟ الله يمد يده لك ليل نهار، ناوي ولا مش ناوي؟ هتصلي في المسجد بعد ما بتكون في بتصلي في البيت؟ أيوة. القرآن اللي مليان أتربة هتنفض التراب اللي عليه وتفتحه بقى وتبدأ تقرأ؟ أيوة. أرحامك اللي ما تعرفهمش ولا تعرف ملامح أبنائهم هتروح تزورهم أو تتصل بيهم أو تعزمهم على الإفطار في رمضان؟ أيوة. مراتك اللي بتهنها التي زوجها الله، مش أبوها اللي زوجها ليك، التي زوجها الله لك، هتتقي الله فيها وتستوصي بها خيرا؟ أيوة. خلاص خلاص. هتصلي التراويح؟ أيوة. مش مهم بجزء، مش مهم بنص جزء، المهم انك انت تصلي التراويح. أيوة. هتقوم لله؟ أيوة. قم هنا لله قبل أن تقوم في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون. تقف هنا يخفف عليك الوقفة هناك يوم يقوم الناس لرب العالمين. نويت ولا مش نويت؟ ونويت عبادتك تأثر على علاقتك مع الناس ولا لا؟ نويت ولا مش نويت؟ إذا كنت نويت فأنا عايزك من الآن وانت لسه جالس وبينك وبين الله تقول له يا ربي أنا نويت أصطلح عليك، وانا عارف انك مادد ايديك لي من زمان، بس انا العبد الفقير المحتاج اليك، تبت الى الله ورجعت الى الله وندمت على ما فعلت وعزمت على الا اعود الى المعاصي ابدا. مد ايديك وقلبك الى الله وقل له يا رب اللهم انت ربي لا اله الا انت، خلقتني وانا عبدك وانا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إنا نسألك قبول توبتنا وقبول أوبتنا وقبول رجوعنا إليك. اللهم إنا جئنا لنصطلح عليك فلا تغلق بابك أمامنا. اللهم إنا طلبنا منك أن تصلح قلوبنا فأصلحها، وأن تصلح بطوننا فأصلحها، وأن تصلح فروجنا فأصلحها، وأن تصلح عقولنا فأصلحها، وأن تصلح حياتنا فأصلحها. اللهم اجعلنا هداة مهتدين لا ضالين ولا مضلين، واغفر لنا ذنوبنا أجمعين. اللهم أصلح أحوال المسلمين يا أكرم الأكرمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا جئنا إليك بقلوبنا فطهرها لنا، وجئنا إليك بأجسادنا فطهرها لنا، وثبت الإيمان في قلوبنا، وأدخلنا لرمضان مغفورا لنا، وأخرجنا من رمضان وقد قبلتنا وقبلت أزواجنا وقبلت أبناءنا وقبلت أرحامنا وقبلت جيراننا، وفرجت عنا الكروب والهموم والغموم والسموم والفساد والمفسدين. اللهم نجنا من المفسدين ومن الظالمين ومن المعتدين، وأخرجنا من بين أيديهم سالمين، وكلناك عليهم يا أكرم الأكرمين. اللهم اختم لنا بخاتمة السعادة أجمعين، وأمتنا وأنت راض عنا يا أكرم الأكرمين. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأقم الصلاة.